السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، تحياتي لكم. معكم أنماس نيوز. يوم الأحد من ونماس، يوم 19/10/2024. يوم غنديرو جولة وغنشوفو فين وصل داك البناء ديال المتحف، ونشوفو المحطة الجديدة إن شاء الله بإذن الله. نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يكبر بكم. تحياتي للإخوان وأخوات، جزاكم الله خيرا، الله يسهل عليكم الدنيا والاخره. كما كتشوفوا راه مع الغروب ديال الشمس، اللهم بارك. وتحياتي لكم، خليكم معنا اخوتي، جزاكم الله خيرا. انتم كما كتشوفوا اخوتي الواجهه اللي على شمال الشرق. هنا يا اخوتي سميتو راه هاد الواجهه الفوقانيه كيديروا ليها الزفت. كما كتشوفوا هذا راه المتحف اللي غادي يكون ان شاء الله باذن الله مدينه والماس. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي غنديرو. شكرا لكم وربي يحفظكم، الله يكبر بكم. راه غاديه هذا المتحف راه على حساب الدوله، على حساب المعلومات اللي اخذت من عند واحد الاخ، جزاه الله خيرا وربي يحفظه، الله يكبر به. كما كتشوفوا راه قريب للتيران وقريب لسميتو، قريب لهذا، قريب حتى للمحطه الجديده. دابا نقلب للمحطه الجديده ان شاء الله باذن الله. نتوما كتشوفوا اخويا راه قريب للمحطه الجديده، نتوما كتشوفوا ما شاء الله راه غادي الاعمال تبارك الله ما شاء الله. والله يسهل على كل واحد ويسهل على الجميع. شكرا لهم وتحياتي للاخوان. نتوما كتشوفوا ما شاء الله هذا راه متحف اللي غادي يكون فيه ان شاء الله بزاف ديال ان الذكريات وجوائز اللي خداو الناس بكري والمتقاعدين. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. خليكم معايا، راه مع غروب الشمس اخوتي انا كنصور لكم. تحياتي لكم وشكرا لكم، خليكم مع الفيديو، جزاكم الله خيرا. انتم اخوتي راه على الشارع اللي كيدي اللي كيخرج من والماس وكيدير مكناس، هذا هو الشارع الرئيسي اللي جاي من وسط والماس كيدوز عليه هو. هانتوما هذا الواجهه الثانيه ديالو، والباب ديالو راه على سميتو. دابا نقابل لكم سميتو، ونتمنى انكم اللي عجبو هذا الفيديو وشجعونا، جزاكم الله خيرا. وهو قريب للمحطه، ها هي المحطه، محطه جديده، هذه هي المحطة الجديدة، سيارة بادين فيها الأشغال. وشكرا أخوتي، راه غاديين تبارك الله ما شاء الله، والله إلا غاديين. الله يسهل على الجميع، والله يسهل عليهم الناس كاع اللي خدامين هنا تبارك الله ما شاء الله، إنجاز رائع. فهذا هادي اللي دارت الدولة، ف شي حاجه زوينه انهم يكون متحف هنا في مدينه والماس، فراه شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتوما اخوتي راه البني تبارك الله غاديين سميتو، والناس والخدامه الاخرين راهم الفوق كيكملوا، راه النص اللي داروا ليه الزفت في المل الفوق، راه النص ديال من فوق الضالع فوق على حسب الضالع. هانتوما غنقلب لكم الواجهه الاخرى ان شاء الله باش تشوفوا الاشغال. الصراحه ما شاء الله. ها نتوما هنا هاد الطريق راه كدير السوق الاسبوعي، طريق مكناس ما شاء الله تبارك الرحمن. شتو اخوتي راه كنصور انا غير من برا اخوتي، ربما ما يبغيوش ولا شي حاجه، فاذا احترم سميتو. ف صراحه ما قلت حتى شي واحد بلي بغيت نصور ولا شي، ولكن صورت من برا، نتمنى هادشي. وصراحه انا صراحه ما كيعجبني تصور شي حاجه اللي تافهه ولا شي حاجه ماشي تالي، هذا هو اللي كاين. ها نتوما اخوتي الواجهه الاخرى، شو اللهم بارك وزيد في ذلك. هذا راه الشارع اللي كيدي لوالماس اخوتي، اللي كيدخل لوالماس واللي كيدي للتيران الكبير، كيدي للسوق الاسبوعي.
فاذا اللهم بارك وزيد في ذلك. شكرا لكم اخوتي، جزاكم الله خيرا انتم اخوتي. فهو كيبدي اللي سميتو، انتم كتشوفوا المحطه الجديده راه فين كتصايب على طريق مكناس، هذا الشارع الرئيسي كيخرج كيدين مكناس توكر والماس، راه الفوق داك الجبل وهنايا هانتوما خوتي. نتمنى تعجبكم هاد الاطلالة اللي درنا لكم على هاد المشروع اللي دار هنا، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم الله يكبر بكم، جزاكم الله خيرا يا اخوان، الله يحفظكم ويسهل عليكم. صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، هانتوما راه الغروب ديال الشمس. اللهم بارك وزيد في ذلك. هانتوما خوتي، شو خوتي، اللهم بارك. شو خوتي راه قريب لهنا، هذا خصوصا قريب للتيران والمعهد ديال 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 الرياضه، وكاين قريب سميتو الساحه. نتمنى يعجبكم اخوتي هادو، ربما نديرو اطلال على على المحطه الطرقيه. شتو الواجهه، هذا هو الباب ديال 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 هاد المتحف، وراهم كيديرو كيديرو هداك الزفت من الفوق وراه غادي ينمح. شتو خوتي، هادي هي الواجهه، الباب راه ردو هنا، وصراحه راه غاديين ما شاء الله تبارك الرحمن، ومتقون هادشي، ومازال ان شاء الله غندير لكم اطلاله اخرى ان شاء الله باذن الله. هادي هي المحطه خوتي، محطه جديده راه غاديين ما شاء الله، حيت دابا نشوف ان شاء الله نشوفكم نصور من الداخل، كنصور لكم من برا. و راه محطه تبارك الله هنا واسعه، وصراحه انا ما فهمتش علاش ما يبنوش المحطه في بلاصتها جي الطاكسيات، لان كافي المساحه تما باش دار المحطه هنايا، ما عرفتش علاش، وما عرفش فاش كتجي حتى البلاكه ولا شي حاجه باش تشوف المشروع ولا شنو هو الثمن ولا المده ديالو وشنو الاسم المشروع وشكون اللي شادو، الله اعلم. اللي شادو الرقي الله يسهل عليه، انسان طيب داك السيد، راه كيتعاون مع الناس هنا في والماس ومعروف عليه هادشي، فجزاه الله خيرا. هو ف الاسم ديال المشروع خصو يدار، شكون اللي شادو وشكون المقاول، هذا هو ضروري خصو يدار، فهمتوني. نتمنى الخير يا ربي، وشكرا لكم الله يسهل عليكم، وحنا معكم في الفيديو، جزاكم الله. كما كنقول لكم راه هنايا هاد هاد المتحف اللي غادي يكون قريب لسميتو، قريب هانتوما المحطه الفوق ديال بوقشمير، كتجي هالمتحف ها سميتو تيران راه ملهيه، وهذا محطه جديده. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، خليكم معنا. هذا هو المصرى اخوتي كما كتشوفوا، هذه هي المحطه الجديده كما كتشوفوا على قلت الله اكبر، فمحطه كبيره ما شاء الله. هاد البلايص اخوتي هنا غيكونوا مبينين، هنا كاينين الديور، هنا معطيين الديور. هانتوما تحياتي لكم وشكرا لكم، خليكم معنا جزاكم الله. ديروا الاشتراك للقناة، فعلوا الجرس، خليونا تعليق ديالكم، ما تنساوش لايكات في الفيديوهات اخواني، كاين اللي كيتفرج في الفيديو وكينسى، واخا ما تحطش تعليق فحط لايك، لان اللايك كيطلع الفيديو. فجزاكم الله خيرا، ربي يحفظكم، الله يسهل عليكم دنيا واخره اخوتي، الله يسهل عليكم دنيا واخره، جزاكم الله خيرا. انتم اخوتي ديروا جوله، كاين الدراري لاعبين سانجيتيك،
لعبت واحد الماتش، ولا ما شاء الله الاعداديه هي يا اخو.